السلام عليكم. طلب مني عدد كبير من الأصدقاء أن أعمل فيديو وأتكلم فيه حول المادة 13 وحول الصراع القائم حاليا بين اليوتيوب وبين الاتحاد الأوروبي. يوجد أيضا خبر جديد ظهر يعني يوم أمس، السيدة ميركل أعلنت بأنها ترغب بفرض ضريبة على شركة الجوجل، وأنتم تعرفون بأن اليوتيوب تابع لشركة الجوجل وأيضا على الفيسبوك ومجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي. إذا هذه الأمور كلها المتشابكة من تهديدات بمنع اليوتيوب، من الأمور الخاصة بحقوق الملكية، يمكن وراها فقط أمور خاصة بالضرائب. فلنبدأ في البداية بقضية المنع، منع اليوتيوب كما انتشر مؤخرا. سوف أريكم رسالة، هذه الرسالة كتبتها السيدة رئيسة اليوتيوب سوزان فوشتشيكي كما تلاحظون، سوف أضع لكم المصدر أسفل الفيديو. تكلمت فيها عن المادة 13 التي عملها الاتحاد الأوروبي رغبة منه من أجل حماية حقوق الملكية كما تلاحظون. لكن السيدة سوزان تكلمت بأن هذه المادة تشكل خطورة كبيرة على موقعها، على موقع اليوتيوب، لأنه تقول بأن اليوتيوب سوف يتحمل بداية من السنة المقبلة إذا خرجت هذه المادة إلى الوجود، سوف يتحمل مسؤولية أي فيديو يرفع. مثلا شخص عنده قناة في اليوتيوب قام برفع فيلم أو فقط مقطع من فيلم، أو مثلا رفع أغنية، أو رفع مثلا فيديو لحفل فني، أو فيديو لحفل كوميدي، أو فيديو لحفل ديني إلى آخره، يعني رفع أي شيء على اليوتيوب وهو لا يملك ملكيته، يمكن لذاك الشخص الذي مثلا مخرج، مغني، منتج، أن يقاضي شركة اليوتيوب مباشرة ويطالبها بأموال كبيرة. لذلك قالت بأنها سوف تكون مضطرة على منع عدد كبير من الفيديوهات، وعلى منع عدد كبير من الأمور مثلها، مثلا على الليبراري هي البيبليوتيك الخاصة بالبيبليوتيك التعليمية، تعلم اللغات، تعلم الفيزياء إلى آخره. وقالت بأن هذا الأمر يشكل أيضا خطرا على فقدان عدد كبير من الناس لشغلهم، يعني قالت بأن عدد كبير من المنتجين والفنانين وإلى آخره يشتغلون ويقتاتون من اليوتيوب، ويمكن إذا صدر هذا القانون سوف يضطر اليوتيوب على منع مجموعة من القنوات ولن يسمح لها بالظهور، وبذلك سوف يفقد عدد كبير من الناس شغلهم. أصدقائي، أيضا تكلمت بأنه إذا خرج هذا القانون، إذا خرج هذا القانون فإنها سوف تكون مضطرة ستكون مضطرة فقط بالسماح لعدد قليل جدا من القنوات، وهم القنوات الذين يتبعون إلى شركات، مثلا قنوات تابعة إلى التلفزيون الألماني أو تلفزيون فرنسي أو شركات إنتاج، هم الذين سوف يسمحون لهم بالنشر فقط في اليوتيوب. وأنه بالنسبة للقنوات، بالنسبة كما قالت هنا، سيكون من الخطر السماح للقنوات الصغيرة بالنشر لأنها لن تستطيع أن تتحمل مسؤولية ما ينشر. هذا يعني بأنه القنوات مثل قناتي، قنوات أساتذة تعليم اللغة الألمانية، قنوات الطبخ، قنوات تعليم السياقة، قنوات الترفيهية، قنوات الفنية، القنوات الدينية، سوف يمنعها اليوتيوب وسوف يخلون فقط القنوات، هاي كما قالت هنا، سوف يسمحون فقط لقنوات قليلة جدا واللي هي تابعة إلى شركات كبيرة بالنشر. هناك نقاشات، هناك البعض يقول بأنه الأمر يتعلق بالضرائب. يوم أمس السيدة ميركل تكلمت بأنه ترغب بفرض ضرائب على شركات الأبل، شركات الجوجل وشركات أخرى، وأنتم تعرفون بأنه وعلى الفيسبوك، وأنتم تعرفون بأنه شركة الجوجل هي يعني اللي تبع لها هذه المقالة، جبتها لكم من البيلد.
من البيج. شركة جوجل هي اللي تابع لها شركة اليوتيوب، فممكن أنهم عملوا القانون المادة 13، عملوا المادة، هذا فقط تفسيري أنا، أنا أقولها لكم، هذا فقط تفسيري وتحليلي أنا، لأنه حرية الرأي وأنتم بعد ذلك سأكون متشوق لقراءة آرائكم. ممكن أنهم عملوا مثلا المادة 13 كمساومة للجوجل، يقولوا له إما أن تقبل بدفع الضرائب يا جوجل، إما أن تقبل بدفع الضرائب يا فيسبوك، إما أن تقبل بدفع الضرائب يا أبل، أو سوف نطبق عليك المادة 13 وسوف نصعب عليك الحياة وسوف نصعب عليك مدخل رزقك. لأن السيدة ميركل قالت هكذا، قالت سوف تأتي ديجيتاليزيغون شطويا، يعني سوف تأتي الضريبة على هذه الشركات، فقط هي ترغب أن تعرف كيف يرغبون بتطبيق هذه الضريبة، ويرغبون أن يسمونها ديجيتال شطويا. يعني الاتحاد الأوروبي يرغب بعمل ضرائب، فممكن أن هذا القانون المادة 13 فقط كمساومة، إذا قبل الجوجل بدفع الضرائب ممكن أن لن يطبقوا المادة 13 وتصبح في خبر كان، ويستمر اليوتيوب والفيسبوك كما كان، وإذا رفض اليوتيوب والفيسبوك والجوجل دفع الضرائب سوف يطبقون المادة 13، ويكون مضطر اليوتيوب إلى إلغاء كل القنوات الصغيرة. هذا فقط تحليلي البسيط، أنا جد متشوق إلى تحليلكم، أنا أرى بأن هناك شد وجذب، شد وجذب من أجل الأموال ومن أجل الضرائب. إذا الآن هناك إذا هناك الآن مفاوضات بين الجوجل اللي تتبع له اليوتيوب، لأنه اليوتيوب شرته الجوجل منذ زمان وهو يتبع لها. هناك مفاوضات الآن بين الجوجل وبين من تحت لتحت، نحن لا نشارك فيها، مفاوضات بهذا الأمر، كيف سيخرجون لا نعرف. المهم أنه الأمر مادي 100%. ما رأيكم أصدقائي؟ هل تظنون بأن الجوجل سوف يرضخ لدفع الضرائب؟ وهل تظنون فعلا بأن المادة 13 لها علاقة بالضرائب فقط من أجل الضغط على شركة الجوجل كي تقبل بدفع الضرائب؟ أم ما هو رأيكم وما هو تحليلكم للقضية؟ حاليا لا يوجد شيء، ننتظر وإن شاء الله يكون الخير. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.